مرحبا بكم مشاهدينا، تحية طيبة على كل متابعي ومشاهدي يو تي في الفضائية. والأكلات والطبخات لهذا اليوم، وجبة رئيسية أساسية وسلطة، وأكيد راح أختم بالحلويات. ثلاث طبخات لهذا اليوم، راح ناخذ دجاجة ونسويها ونحشيها بطريقة كلش حلوة، وأيضا راح تكون في عندنا سلطة لهذا اليوم اللي راح تكون من السلطات الممتعة جدا. اليوم عندنا مكرونة لكن راح تكون يونانية، وراح أختم الحلقة لهذا اليوم أكيد بطبق حلويات ممتع جدا، المكس ما بين البارد والحار، راح يكون في عندي الآيس كريم مع نعملة أكيد مع حلاوة. طبعا أكيد الأطباق هذه راح تكون سهلة بسيطة وأيضا سريعة لعمل هذا النوع من الأكلات والطبخات، بداية بالأولى وأيضا بالأخيرة اللي هي طبعا راح يكون في عندي دجاج محشي لهذا اليوم، لكن اليوم راح أحشيه بالتمن، راح أحشيه تمن بطريقة كلش حلوة. أكيد أرقام الهواتف راح تكون موجودة أسفل الشاشة، اللي عنده استفسار أي أكلة أي طبخة ممكن يتصل بنا، كذلك ممكن مشاهدة ومتابعة هذه الحلقة الآن من خلال البث المباشر على قناة اليو تي في الفضائية. اليوم هاي الدجاجة راح أطبخها بطريقة كلش حلوة، واليوم هاي الدجاجة اليوم راح أحشيها أيضا بيش بالبرغل، لكن النار راح يكون عندي البرغل خشن، برغل خشن طبعا، وبعض الأشياء والحبشكات اللي ممكن أنا أضيفها مع هذا البرغل، وبعدين أحشيها بالطريقة الحلوة والجميلة. شوفوا مثل ليرة الذهب، مثل ليرة الذهب، يا سلام سلم عليه. بما أنه راح يكون في عندي تقريبا حبشكلات هذه، لازم تكون أكو فصلصة حلوة، وأيضا الصوص اللي راح أسويه من الصوصات اللي تكون أيضا كل سهلة وبسيطة. اثنين راح أحمس الثوم مع البرغل مع الخضروات اللي هي طبعا تكون في عندي خضروات مشكلة، خضار مشكلة مع إضافة إلها ممكن أنا أضيف حسب الرغبة، هنا ممكن إضافة اللوز غارنش أو ممكن إضافات بسيطة جدا. يلا خلينا نكتب المقادير الأولى طبخة اليوم، وهي طبختنا كلش حلوة راح يكون بها الدجاج المحشي لهذا اليوم بطريقة كلش حلوة. يلا نكتب المقادير بينما أجيب لي القهوة أنا. الله القهوة الله. بالبداية راح يكون في عدة دجاجة كاملة تقريبا 2 كيلوغرام مثل هذه الحلوة، برغل مطبوخ هذا اكيد نص كوب، راح يكون في عندنا 2 فص من الثوم، بصل 1 حبة، خلطه خضروات، شنو خلطه خضروات 1 كوب اللي هي بها بازيليا وبوتيتا، وايضا راح يكون بها البطاطا، ايضا عندي لوز محمص نص كوب، هنا اللوز بعده ما محمص هذا بعدين راح احمصه، زبيب ايضا 3 ملاعق كبار ويكون اختياري حسب الرغبه، ممكن استخدم هنا الكشمش، وعندي هنا البهارات المشكله اللي راح يكون في عندي ايضا 2 كوب من البهارات المشكله. ايضا راح يكون في عندي بهارات برياني 2 ملعقة كبيرة وكزبرة رشة. وايضا راح يكون في عندي مرق الدجاج 1 مكعب او 2 مكعبة، بالاضافة الى الملح ايضا راح تكون رشة ملح. مثل ما شفنا تقريبا ملحني يا جيمي. مثل ما شفتوا هنا تقريبا هذه المواد اللي راح استخدمها بهاي الطبخة، لذلك الاشياء اللي موجودة بها هي مو اشياء صعبة كل شوية. شوفوا اكو اشياء اختيارية حسب الرغبة وممكن استخدمها ممكن ما استخدمها، مثلا عندي هنا الخضروات اللي راح تكون مشكله، وايضا راح يكون في عندي البصل، استخدام البصل ايضا راح يكون اختياري جدا، لكن الثوم راح يكون ايضا مهم، يعني مهمه. هذا راح اخليه هنا راح احمص بها لوز وكشمش، ايضا راح اخلي لهم شويه زبده. هم قول هنا راح استخدم كميه وافره من الزبده، طبعا اكيد الزبده تكون مملحه هنا. راح ابلش هنا اخلي الطاوه هنا وابلش باول شغله، اول تكنيك بهاي الطبخه اللي راح يعطيني طعم ونكهه كلش قوي، هي اول شيء الحشوه. الحشوه هنا بالعاده انا ما راح اخلطها، اوكي هو مطبوخ يعني، اوكي عندي البرغل هنا مطبوخ، لكن هنا أنا لازم انه ايضا اخلطه او اخلطه مع شويه خضروات، لكن نفس الشيء راح اخذ شويه من الزبده راح اخليها هنا حتى ابلش اشتغل بالمكس. هذا الجدر الصغير اللي هو يكون خاص بالصلصات طبعا، هذا شو اخليه له؟ راح اخليه له كشمش واخليه له لوز، لكن ما اخليه بالبدايه طبعا اكيد الكشمش هنا راح ينفخ، فاخلي اللوز بالبدايه وبعدين اخلي الكشمش، شوف دي وشوف دي، راح اخلي هنا شويه اللوز واتركه لحد ما يتحمص، هنا نفس الموضوع
راح اذوب كل الزبده هنا. راح ابلش بدايه باستخدام تقريبا فصين اثنين من الثوم. راح اخذ هنا الكميه الزينه هذه. الظاهر هذه اسرع شويه. راح احمصهم بهذا الشكل بالزبده. انص النار عليه واتركه كلش بالهداوه يا حبيبي بالهداوه. هذه الاكلات والطبخات هي بسيطه كلش وابدا مو صعبه. اخذ القهوه مالتك هنا خليها عيني بعدين نجيك بعدين بس كل ما تبدين. انا شو اسوي هنا؟ راح اجي اخذ شويه ملح اخليهم هنا وراح اخلي هنا شنو؟ راح اخلي هنا الثوم. فصين اثنين من الثوم راح استخدمهم بس. ناخذ السكينه الكبيره ونبلش. يا سلام ناخذ هاي السكينه. اللوزه نص النار عليها. هنا هذه راح اسوي لها هيك. بعدين بالملح مالته ابلش اقطعها بهذا الشكل. يا سلام سلم. احلى شيء بهذه النكهات لما تستخدمون مثلا انتم اذا حبيتوا تستخدمون شويه الثوم تستخدمون هاي الاضافات البسيطه. اويلي شو راح اسوي؟ انا راح ابلش اخلطهم. هاي التكنيك مال البارحه. راح ابلش اهرسه شويه. انا راح اهرسهم هرس بهذه الطريقه. لاحظ هنا أنا. يا سلام يا سلام. اخذهم كلهم وين اضيفهم؟ اضيفهم على الزبده هذه اللي صارت عندي ساخنه هاي. ها راح اخليهم كلهم بهذا الشكل. اشتم الريحه. الريحه صارت هسه تخبر. راح اخلطهم مع بعضهم البعض. شوفوا هنا أنا هذه الاشياء ايش قد ما هي تكون بسيطه وايش قد ما هي تعطيني فد نكهه وطعم. اول شيء راح احمسهم. راح احمس الثوم بهذا الشكل. احمسه كل زين. بعدين اخلي له شويه بصل. راح اخلي له ايضا شويه من اللي هي الخضروات اللي قلنا عليها هذه الخضروات مشكله. بازيليا شويه وايضا شويه اللي يكون عندك هنا ايضا شويه جزر. راح اخلي البرغل. بوتيتو وبازيليا وجزر وبصل وشويه ثوم. ورا ما ضفت هذه المواد كلها اسويها. راح اخلطهم مع بعضهم البعض بهالطريقه هذه. صار تقريبا الخلطه تمام التمام. راح اتركهم لحد ما انه البرغل ياخذ هذه النكهات كلها وايضا الطعم الحلوه هذه. انا عندي مجموعه حلوه من البهارات راح ابلش اضيفها. شويه بهارات حلوين. برياني على سبع بهارات على شويه كاري ممكن شويه كمون ممكن. ويا سلام سلم. بعد ما اضيف هذه المجموعه الحلوه من البهارات اخذ لي مرقه واحده بس واطحنها بهذا الشكل. واحده بس. ها هذه كافيه. هذه مرقه دجاج بس واحده. كلش كافيه هذه. ومن اخلي هذا المرق يعني ما اخلي كلش هوايه شنو؟ ما اخلي هوايه هنا بس ما اخلي هوايه ملح هنا ما ملحها كلش هوايه جيم. راح ابلش اسوي البهارات بهذا الشكل. راح اخلط المواد مع بعض البعض. ويلي ويلي شوف شلون صارت الا تخبل. حشوه حلوه جميله جدا وكامله. اكو بيهم شي يخلون اكو بيهم يخلون كل شوي اكو بيهم يخلون كل هوايه. طبعا هسه لازم انه ابلش هنا اخذ صينيه كبيره يعني على قد شو اسمه على قد الدجاجه. هنا راح اجي اخذ هذه الصينيه. راح اجي ابلش اخذ طاوه ثانيه. هنا أنا مثل ما تشوفون تقريبا صارت عندي تمام التمام. راح اصفيها. راح اخلي هذه هنا أنا. خلاص صارت عندي الحشوه تمام. واشيل كل الحبشكلات اللي بيها. خلاص هسه شو راح اسوي؟ راح ارجع نفس الطاوه على النار. نفس الطاوه على النار. راح اجي اخذ ايضا شويه من الزبد هنا أنا. ايضا راح انتظر لحد ما يذوب. مش واقع عندي شويه من الثوم ايضا اخليه على الثوم هنا أنا. الله هسه ايش راح اسوي؟ نفس الشيء نفس الموضوع. راح ابلش اذوبها. الطريقه ترى كلش حلوه. شوفوا هنا الحشوه شلون صارت. حشوه صارت سوكي على قد انه احشيها للدجاجه هذه. هسه نجي هنا لموضوع كلش مهم. يمي الدجاجه شوفوا شلت كل شيء اللي ببطنها وبقيت شوف داي ماكو. شوفوا
حتى تستوعب اكثر كميه ممكنه من الحشوه، لذلك راح تكون عندك بهذا الشكل. تمام، هسه ايش راح اسوي يا عيني؟ شويه ملح حلوين، شويه ملح مقزقزين، وشويه بهارات. هسه راح اخذ هذه راح اخليها هنا أنا نفس الموضوع، راح اجي اخذ ايضا شويه الزبده، راح اضيف ايضا شويه زبد بعد لحد ما يصير عندك هنا أنا شويه صوص. هنا ايش راح اسوي؟ هنا راح ابلش اضيف شويه من الصوص هنا أنا. هذا الصوص راح يكون اختياري حسب الرغبه، وراح اضيف ايضا شنو هنا أنا شويه من الصوص، شويه من الصلصه هنا، شويه من الصلصه هنا، ايضا بعد شويه صوص هنا أنا. راح اجي ابلش اخلي لها الملح، راح يكون عندك اضافه الملح طبعا بهذا الشكل حتى يكون عندك شنو الدجاجه متبله على الاخير. شوفوا شلون صارت متبله. هنا انا راح اجي اخذ بهارات اللي هي ممكن استخدم ايضا بهارات دجاج، ورا ما اضيف هنا شويه بهارات الدجاج تصير عندك هنا بهذا الشكل. هذه ايضا نفس الموضوع، ادهن القالب بالزبده حتى لا تلزق عند الدجاجه. ايضا راح اجي اخذ اشطفة ايش من يقول لي هنا شو راح اسوي؟ نفس الموضوع، هنا مع الزبده السائله راح اضيف الصوص. تمام؟ تمام يا عيني تمام، راح اوزع الصوص بهالطريقه هذه مع الزبده. تمام؟ هسه من بين شو راح اسوي؟ هنا راح اجي اخذ الحشوه. هسه راح اخذ هذه اشيلها هنا اخليها، وركز لي يا المخرج، ركز لي يعني ركز لي. هذا راح اخليه هنا أنا. تمام، وناخذ خاشوقة، ولحد الان خلي ادهنها زين بعد، خلي اغلفها كل زين كل جوانبها بالصوص وايضا شويه الزبده. ورا ايش راح اسوي هنا؟ راح ابلش احشيها، راح احشيها كل زين بحيث انه تاخذ اكثر قدر ممكن من الحشوة. أنا خليت أنا البرغل يكون مطبوخ، أهم شيء البرغل يكون شنو؟ يكون مطبوخ. وممكن أنه أستبدلها وأخلي مكانها شنو؟ أخلي بديل عنها هنا أنا ممكن التمن العادي، أيضا راح يكون هنا أنا حسب رغبتكم. أويلي أترسها يا عيني، نترسها طبعا، راح اترسها ترس هنا حتى يكون عندك تمام صفر، ايوه صفر حشوه، بحيث تبقى بالكاسه صفر حشوه. شوفوا ما يبقى عندي لا البازليا لا البوتيتا. تمام، نلاحظ هنا اترسها تمام حتى تكون منفوخه. بعدين شوف 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 شوف، هسه هذا لازم تنسد، يا اما نسدها بخيط او نسدها هنا بالعوادين. عوادين عادي ناخذه مال شوي، ناخذ هذه من هنا واخذها هيك واخذها هيك، تمام هيجي، بعدين هيجي، بحيث اغلقها بالكامل بهذه الطريقه الحلوه. بعدين صار عندك بهذا الشكل. تمام، بعدين هذه اخذها هيجي، تاخذ هذه من هنا وتخلي هذه من هنا. شوف 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 شوف، تخلي هذه هيجي. هذه نفس الموضوع، لازم نخلي هذه هيج، وايضا اخلي هذه هيجي، وصل عندك الدجاجه كامله بهذا الشكل. راح اخذها واخليها بالترسي. شوف هنا شلون صارت، تكون عندك بهذا الشكل. طريقه تحضيرها مو صعبه ابدا، وايضا غلق راح يكون الاشياء المهمه. هسه شو راح اسوي؟ راح اخلي لها شويه البهارات، اللي هي ممكن بهارات حاره، ممكن اخلي نعناع بابريكا، ممكن اخلي بهارات دجاج. هسه انا متاكد ان راح تكون نانا ولا اروع، درجه الحراره راح تكون جدا عاليه.
هاي 200 ماكس وهذه بهذا الشكل. درجتها راح تكون جدا عاليه، راح اجي اخذها. طبعا اكيد لازم يكون قالب بالزبده واقولها باي بايز. يلا نذكر بالمقادير مالتها. اللي يحب انه يسوي هذا النوع من الاكلات والطبخات اللي راح يكون كلش لطيف وايضا بسيط، نذكر بالمقادير اللي راح يكون بها: شويه دجاج حلوين، شويه برغل ايضا مطبوخين حلوين ومعصعصين، ايضا راح يكون بها شويه ثوم وشويه بصل حلوين مع شويه الخضار، خلطه خضروات حلوين بالاضافه الى اللوز المحمص، وايضا شويه زبيب حلوين مقزقزين وبهارات مشكله، ومع بهارات البرياني والكزبره وايضا الرشه راح يكون عندك هذه البهارات الحلوه. وملحني يا عيني، ملحني ملحني جد، ايضا راح يكون شويه ملح حلوين. اما الحشوه فدائما انا يكون عندي شنو دائما انه ما يرجع شيء عندي الى المطبخ، فخليت ان انا على الزبده راح اخلي وياها شويه البصل. اصله هو البصل ايه البصل يخلي العين تدمع اويلي. انا راح اخلي خضروات ايضا نفس الموضوع، راح اخلي شويه خضروات هنا. أنا هذا مثل ما قلت شنو هذا راح اقدمها وياها، فمن اخليها واقدمها وياها راح تكون اطيب بعد. راح اخلي هنا شنو البرغل اللي عندي، راح اتركهم لحد ما يكونوا ساخنين حتى اقدر انه اقدم. هسه انا نظف المطبخ واني مرتاح نفسيا. الاشياء اللي ضفتها اشياء جدا بسيطه، والاشياء اللي كانت موجوده بهاي الطبخه هي اشياء كلش لطيفه ابدا مو صعبه. هنا انا ايضا راح اشيل هذه الاشياء بعد اللي ما احتاجها. الطبخه كلش حلوه ايضا سهله وبسيطه وايضا سريعه. اللي يحب يسوي هذا النوع من الاكلات، الدجاجه وين موجوده؟ موجوده بالفرن. طبعا ما راح تتاخر حتى تستوي تقريبا 30 الى 35 بالزائد دقيقه حتى تستوي. ليش؟ لانه ما بها عظم نهائي، من الداخل كله نظفتها من العظم، بقيت بس شويه عظم اللي هو عظم الفخذ وايضا شويه من عظم الصدر حتى تلزم عندي اكثر. ورا ما تلزم عندي اكثر راح يكون اكيد ولا اروع من عندها. مشاهدينا الاحبه راح اطلع ببريك سريع واكيد راجعين مع الف عافيه لهذا اليوم. رجعنا اكيد بعد ما انه سوينا لهذا اليوم دجاجه محشيه، لكن سويناها بطريقه كلش حلوه بسيطه وايضا سريعه وايضا سهله التحضير. ممكن اي شخص يشوفنا ويشاهدنا انه يسوي هذه الطبخه اللي راح تكون طبعا من الاطباق اللي راح تكون جدا سهله وايضا بسيطه جدا. مثل ما شفنا تقريبا كل الطبخات هي سهله التحضير. بعد ما حمصت اني كل اللوز بهذا الشكل، راح شوي احمصه هسه جايك. تمام، راح اجي هسه راح اجي اخذ شويه اخذ شويه اللوز هذا اللي حمصته طبعا بالزبده واقطعه تقطيع حلو بهذا الشكل. تمام تمام، ورا ما قطعته بهذا الشكل راح اضيفه. وين راح اضيفه؟ على الحشوه اللي عندي هنا. راح اجي اخلي لها شويه اللوز، سوري اللوز خليته، راح اخذ الكشمش العفو، كشمشني شويه كشمش راح اقلبهم مع بعضهم بعض بهالطريقه هذه، وتصير عندك حشوه ما ايضا حلو. لا لا ممكن هذه نفسها تكون الحشوه الحلوه وايضا اخليها حتى بعدين اقدر اقدمها. عندي طبخة ثانية لهذا اليوم راح يكون عندي المكرونة، لكن اليوم راح اسويها او سلطة مكرونة، لكن اليوم راح اسويها يونانية. شلون اقدر اسويها يونانية؟ بيها شوية جبن، هذا الجبن راح استخدمه اللي هو الفيتا. جبن الفيتا نوع من انواع الاجبان اللي كلش مشهورة بالوطن اللي هو الوطن اليوناني. ايضا راح يكون بيه شنو؟ المطبخ اليوناني، الوطن اليوناني حسب انت الرغبة. هذا شنو عيني؟ هذه المكرونة، المكرونة وين وطنها؟ وطنها إيطاليا. هذاك وطنها وين؟ هذاك وطنها يونان. يلا خلينا نكتب مقاديرها. مقاديرها مالتها كلش حلوة وكلش أيضا بسيطة. بيها مكرونة طبعا أكيد مطبوخة
بها معدنوس ايضا باقه كامله، بها جبن فيتا، بها خبز توست طبعا، بها ثوم ايضا، زعتر اخضر بري، اريجونا، مهم جدا، كمون وكزبره ومايونيز وزيت الزيتون يا خلدون. كل هذه هي المقادير الحلوه راح تكون مميز جدا لعمل هذا النوع من السلطات اللي فول سعاده. عيني فول سعاده، مو فول وطعميه، لا فول سعاده. هسه شو راح اسوي انا؟ البس شفوفك عيني. هذه الحشوه ايضا ممكن هذا نفسها اقدر انه اقدمها بال انه احشي بها الدجاجه. الدجاجه هذه المهم جدا تكون الحراره فوق جوه، درجه حراره لازم تكون عاليه، لان انا عندي تقريبا 30 دقيقه يمكن بعد او 35 دقيقه حتى تستوي، واكيد انا ما راح اقدر اقدمها وهي مستويه. اثنين انا ما محضر واحده ستاند باي، يعني ما حضرت واحده قبلها، مباشره جيت سويت هذه. لكن شنو اعتمد اعتماد كامل على تسحيب العظم اللي انا سحبته من عندها، العظم من الداخل حتى هنا شنو حتى ما تتاخر وتستوي بصوره سريعه. شو حسوي بالبدايه؟ راح اخذ نفس الموضوع هذا، اخليه هنا نفس الشيء، اقول لها هيك، راح اخلي لها شنو؟ راح اخلي لها ملح وانا ثوم وانا ثوم وانا ثوم، راح اخلي لها شويه ملح. هذا ملح الهملايا، ممكن استخدم الملح العادي. شو راح تقول لي شنو الفرق؟ راح اقول لك اكو فرق، هذا شويه الملوحه ما تكون بها ملوحه زايده. واكون انه انا مرتاح نفسيا انه انا خال ملح يعني. اما بيقول لك بفوائد كل الشوائد تقدرون تشوفوها بالجوجل. شو اسوي انا؟ نفس الموضوع، راح ابلش ادهنهم مع بعضهم بعض هنا حتى اسوي صلصه كلش طيبه. هذه الصلصه اريدها انه تغلف كل المكرونه وانا مرتاح نفسيا. لذلك شو اسوي انا؟ راح اهرس الثوم. اذا ما هرسته زين راح يترك ريحه بالفم، لكن اذا هرسته زين ما راح يترك ريحه بالفم. هنا انا لازم بعد اهرسه لحد ما اشوفه صار عندي مي. هنا انا لما اخلطه ويا اي صلصه ثانيه، يعني ويا اي صوص مثل مايونيز او هولنديه او صلصات، يعطيني نكهه كلش طيبه. شوف شلون صار؟ صار تمام. هسه شو راح اسوي هنا؟ راح اجي اخذ كاسه كبيره خليها هنا واجي ابلش اخذ الثوم اول شيء. حلوين، واخلي هذه هنا، واخذ هذه ايضا الباقي، ما بقش ولا نفر. هذه هوايه، اخذ هذه اقل شويه، راح اقول لكم ليش راح اخذ بعد شويه اقل. تمام، لان اكو شغله ثانيه لازم ابلش اسويها مو هسه. شو راح اسوي انا؟ راح اخلي شويه زيت الزيتون، راح ابقى ايضا شويه زيت الزيتون. راح اجي اخذ مايونيز. المايونيز ممكن استبدله باللبن اذا حبيته، لبن زبادي. راح اضيف المايونيز هنا، شوف انه مو اريد ادسم يعني. راح اخلي هنا المايونيز، صارت مثل الثوميه. اخلطهم مع بعضهم بعض، راح اخلي لها كمون. طيبه كلش مع الكمون. ايضا كزبره. طيبه ايضا كلش مع الكزبره. راح اخلي لها ايضا زعتر اخضر بري. تمام؟ وانا ما اضيف هذه المواد مع بعض البعض، اخلطهم تمام، وانا مرتاح نفسيا راح اصير عندي صلصه تخبل. هذه الصلصه تجنن. لك عيني بس باعوا لي الصلصه شلون صارت، او الصلصه هذه شلون صارت. برا ما اخلط المايونيز، صدقوني هذا ايضا بالبرجر تعطيك طعم ونكهه كلش طيبه. وكانما انت مسوي فت صلصه اختراع يعني. شوفوا شلون صارت؟ صارت تخبل. هذه لازم اخلي لها المكرونه مسلوقه طبعا، واني ما اغسلها، بنشوفها هنا. اضيفها هنا، شو اسوي هسه؟ اخلط الصلصه مع المعكرونه. بس تخيلوا الطعم هنا بينك وبين نفسك، اقعدوا وتخيلوا الطعم هذا. اي نوع معكرونه ممكن استخدم؟ اي نوع معكرونه عندي بالبيت. هسه ايش راح اخلي لها؟ راح اخلي لها بعض الاضافات، وهي اضافات جميله من المعدنوس، راح اخلي لها جبن اللي هو جبن الفيتا. هنا انا راح اخذ هذه حتى اقول لكم شو راح اسوي لها. راح اجي اخذ خبز عادي توست، راح اقطع هذه من هنا، هذه من هنا ما اريدها، هذه ما اريدها من هنا، هذه شو راح اسوي لها هنا؟ راح اقطعها بهذا الشكل واقطعها بهذا الشكل. صارت عندي شنو؟ صارت عندي مكعبات. راح اخليها وين؟ راح اخليها هنا. نفس الموضوع، دير بالكم على الثوم الباقي عندي بالتخته، لانه هذا راح ارجع استخدمه، لكن راح استخدمه بطريقه حلوه حتى شن اغلف به الخبز هذا واطيف نكهه طيبه. هنا أنا ممكن انه انا اشوي او ممكن انه حتى اقلي. هذا اخليه هني واقطعه هني، وبذوي اضيفهم هنا. وانا ما اضيفهم هنا، وانا الثوم اللي عندي هنا يمه 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 كان وقع، يمه 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 كان راح. اضيف الثوم على
الخبز بهذا الشكل، راح اخلي له كمون، راح اخلي له ايضا كزبره، راح اخلي له زعتر اخضر بري، ملح اكيد ملح الهملايا، وهنا انا راح اخذ حار، اي شيء حار ممكن اخلي له هنا، راح اخلط المواد مع بعض البعض. راح اخلي له هنا زيت الزيتون، زيت الزيتون، ورا ما اخلي زيت الزيتون صدقوني هذا الخبز اذا شويتوه واكلته راح يكون يخبل توست، يكون طعمه كلش طيب، وممكن انه اقلي، انا راح اقلي. وراء تبلته بالكامل، هذا نفسه اذا حبيتوا تسوون سيزر بالسيزر، تمام، شوفوا شلون صار متبل، نفس الطريقه انا ممكن اسويها بالسيزر. يعني عندي سلطه سيزر، فاكون انه انا تبلت التوست، ورا ما تبلت التوست واقدر اقدمه هنا. هذا راح ايضا راح اقليه بكميه قليله جدا من الزيت، ما اخلي كميه هوايه من الزيت، وما اخلي اي طاوه، راح اخذ الطاوه اللي تكون خاصه بالجريل اللي هي هذه، اخليها هنا واشغل النار عليها، ودرجه حراره ما تكون عاليه حتى لا يحترق عندي، يعني تقريبا 8 حلوين، تمام. راح اخليه اصفطه، حالاته بهاي السوالف هذه، ابلش اصفطه بهذا الشكل. و شو مسويه اولي هسه؟ لا اي ضابه هواي مو صحيح، طبعا انا ضاب الصدريه هواي، شوفني عبالي عندي كرش، انا ما عندي كرش عمي، ما فيش كرش، فول صحة. هسه ايش راح اسوي؟ انا راح اتركه هذا اقليه، اخليه ياخذ نكهه وطعم كلش طيب. هذا لونه بلق، يعني بلقه الاكله بعدها بلقه، شو اسوي له هنا؟ لا هذا ما نخلي حرام، بعدين اقلي اشوي. ممكن راح اجي اخذ فلفل احمر، تمام، هسه ابلش الون وانا مرتاح نفسيا، لوني اللوحه، لون اللوحه، ارسم يا فنان، ارسم يا فنان. راح اخذ شويه من الفلفل اللي هو اصفر واخضر واحمر، اخضر ماكو، اختفى من السوق. لا الخضار اللي عندي وين؟ الخضار اللي عندي بالبعدنوس، معدنوس، بعدنوس، بعدنوس يا بعد قلبي، بعدنوسك يا عيني. شو اسوي انا؟ راح ابلش اخذ هذه حتى اقدر شنو؟ اقدر انه اقطعهم. بلشت اعلس. انا شو راح اسوي؟ ما اخليه كل شوي، ولا اخليه كل شوي، صارت كل شوي. راح اقطعها بهذا الشكل. بعدين اخذها هيك واقطعها مكعبات. مثل ما قلت يكون حسب الرغبه هنا استخدام طبعا اكيد، لكن انا اريد الوان شويه، اقدر انه اخلي الالوان الحلوه، ممكن اضيف طماطه عليها اذا حبيتوا، اللي ما يحب الفلفل، اكو بيكم ما يحب الفلفل نهائي، نهائي ما يحب الفلفل. شلون التعليقات؟ خمك واحد معلق تعليق مو حلو. عافيه عافيه، صباحكم سعاده، شاركوا البث خلي الناس تستفاد اليوم، تقدرون تسوون اليوم. لا مشتغله؟ طيب مشتغله، بلش الصوت يطلع عندي هنا، تمام. كل شيء تمام، هسه شويه واشوفك شلون راح يتحمص الوجه مالته، واشوفك شلون تطلع النسنسه هاي تيدها. نسنسني يا عيني، نسنسني، كلوزني يا عيني، كلوزني جيمي، كلوزني جيمي. حب اللقطه تحبك، ما تحب اللقطه ما تحبك. ما خليت لها حامض بهاي الطبخه، ممكن تخلوا لها حامض يعني حسب الرغبه. شوفوا هنا يا عيني، شوف 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 شوف. اهم شيء انه اغير اللون الابلق، هذاك كان لونه بلق قبل شويه، هسه شنو صارت؟ صارت الوان. ويلي هسه صارت احلى، هسه صارت احلى، يعني شيء طعم وشيء ايضا نكهه وكلش حلوين مقصقصين. المخرج قال اخاف ماكو هنا ما مشتغل، بس شوف هنا يا سلام يا سلام، فدوى لعينك، بس شوف ليها شلون صارت كابتن، فديتك لون دل بيتك، فديتك لون دل بيتك. بعد شلون قسبت؟ بعد شلون قسبت؟ هذه تخبل، هذه بعدين صبوها فوقها وتقدموها بالطريقه اللطيفه جدا والجميله ايضا. هذا الموضوع اللي متبل
بهذا التمن اللي راح اقدمه اكيد وياه ما راح اقدمه والدجاج المشويه، هذا موضوع ثاني يعني، هذه غير الحشوه اللي انا اسويها بالوسط، بس هذا موضوع لموضوع اخر اللي بالكشمش وبالبازيليا وبايضا البوتيتا، اكيد الطعم مالته راح يكون كلش طيب وكلش رائع وكلش بسيط. اطباق اللي هذا اليوم كلش سهله وكلش سريعه، قلبها يا عيني قلبها قلبها يا ابا قلبها. نكهه الزعتر الاخضر البري وهي النكهات هذه طتها اكيد طعم كلش طيب وايضا نكهه رائعه جدا. على راحتنا ما عندنا شيء، راح اتركهم. عاشت ايدك جيمي، يحب اللقطه تحبك، صدقني ما تحب اللقطه ما راح تحبك. انتم هم مشاهدين حبوا الاكله تحبكم، ما تحبون الاكله ما راح تحبكم. لازم خلط المواد كلها مع بعض البعض واكيد راح تكون. ممكن انا استخدم غير جبن ملكيه مثل جبن العرب، ماكو اطيب من جبن العرب. أطر السماء حب اللقطة تحبك. بعد ما تصير عندك الطبخة بهذا الشكل راح يكون الطبخة عندك فول سعادة. وراها راح أجي أخذ هذا الخبز بعد ما تقسب وصار يخبر، رجع بنفس الكاسة عين اللي أخذتها هنا، نفس الكاسة أتركها لحد ما يابس شوية يضرب الهواء حتى أقدر أقدمه ويكون مقسب. الله على ريحته، يا سلام سلم. خليه يضرب الهواء شوية عيني بس لا يكون بي ينشل. راح نتركها لحد ما يكون عندي تمام. انت موعدنا تقرير عن شلون نعرف، طبعا هذا التقرير كلش مهم. انا مرات اخطا بيه، انا مرات اخطا بين العسل الطبيعي وبين العسل الصناعي. اذا تحبون تعرفون شلون تميزون بين العسل الطبيعي اللي هو بهاي الايد بين العسل الصناعي اللي هو بهاي الايد، اكيد راح نشوفها من خلال هذا التقرير. يمكن معرفة العسل الأصلي من خلال اختبار مدى نقاء العسل في المختبرات، كما يمكن التحقق من ذلك قبل عملية الشراء من خلال النظر إلى قائمة المكونات الخاصة به. وتعتبر طريقة اختبار النظائر الكربونية المستقرة من أفضل الطرق الصناعية ذات التعقيد العالي، والتي تستخدم للتحقق من العسل المتواجد بكميات كبيرة، كما هو الحال في كل من المصانع والشركات. وتقوم آلية عمل هذا الأسلوب في الفحص على التباين في معدل نظائر الكربون المستقرة لمركبات البروتين والسكر، وتعد تقنية تصنيف النظائر من الطرق الفعالة التي من شأنها أن تكشف عن العسل الاصطناعي أو العسل الطبيعي المخلوط مع العسل المغشوش، والذي يحتوي على السكريات النباتية، وتشمل سكر الأناناس وشراب الذرة أو قصب الذرة وغيرها، حيث تحدد تقنية النظائر مدى الغش في العسل. إلا أن هذه التقنية غير قادرة على تمييز السكريات النباتية المستمدة من سكر البنجر، وتكشف فقط الإضافات المستمدة من السكر الصناعي. ويمتاز العسل الأصلي بالعديد من الصفات والخصائص التي تميزه عن غيره، ويتمثل أبرزها بكونه يمتاز بمذاقه الشهي، حيث يحتوي على نسبة عالية من الإنزيمات ويقلل إلى حد كبير من الحساسية، ويحتوي على نسبة مرتفعة من المضادات الطبيعية للأكسدة، ولا يتصف بأي لزوجة، حيث يمكن فركه بين الأصابع وهو غير سائل، حيث يصعب سيلانه من مكان لآخر. بالإضافة إلى أنه غير قابل للذوبان في الماء، ويعد العسل الأصلي الطبيعي النقي هو ذلك العسل الذي يتم إنتاجه بواسطة النحل، حيث يتم الحصول عليه وتجميعه بشكل يدوي من قبل العاملين في المزارع، ويتم تفريغه وحفظه في عبوات تمهيدا لنقله للمستهلك، بحيث لا يتم إضافة أي مواد مصنعة إليه، بما في ذلك المواد الحافظة والمواد المضيفة للون أو النكهة والصبغات والسكريات وغيرها. رجعنا بعد ما شفنا هذا التقرير، اتمنى انه استفادتم من هذا التقرير لانه التقرير كلش مهم. البعض من عندكم يخطا مرات ابي انه يعرف انه هذا عسل طبيعي ولا هذا عسل صناعي، فعرفت انه هذا العسل يكون طبيعي او لا.
انا مرات نفس الموضوع، لانه مرات يحلف لك ابو الاسواق يقول لك انه والله وما ادري ايش انه هذا الموضوع وهذا العسل اصلي، بس هو يطلع بعدين مو اصلي، هو نسبه السكريات اللي بيه فينعرف عفوا بهالطريقه هذه. هسه راح ابلش اصبه، راح اصب العسل، صب العسل يصبك أزهر أكلة مجدرة سهلة يا أزهر، احنا مسويها في حلقات سابقة تقدر تشوفها باليوتيوب إذا حبيت أن تشوف الطريقة طبعا، لكن المقادير أيضا راح أذكر لك إياها تدلل. أرقام الهواتف أيضا راح تكون موجودة أسفل الشاشة، اللي عنده أي طبخة أي أكلة ممكن أعطيه المقادير وأيضا طريقة التحضير إذا حبيته. عمر الجنابي تحياتنا لك يا عمر صديق البرنامج، يا هلا ومية هلا بريم الفلة عمر، تحياتنا لك يا عمر. سوى مشاركة للي يحب الطبخ، واليوم الأطباق راح تكون صراحة ممتعة جدا وأبدا مو صعبة وسهلة التحضير. تخيلوا هذه المكرونة هي مكرونة يونانية، ليش؟ لأن استخدمت هنا بها شغلة كلش مهمة اللي هي كانت أسيل تري مكونات الطبخ مع البارحة. راح أخلي هذا الخبز فوق الرائع، هذا الخبز اللي هو بالثوم، وايضا مو بس بالثوم خليت له ايضا شغله ثانيه كلش مهمه، كان فيه ايضا الثوم وايضا الزعتر زيت الزيتون، وخلينا هذه الاشياء اللطيفه به صار عندي بهذا الشكل. طبعا الاطباق حلوه وبسيطه وايضا سريعه، ما تكون عندك صعبه حتى تنجز هذه الاطباق وهذه الطبخات. الجنابي حلويات البارحة ومكوناتها راح تظهر عندك بالشاشة، يلا دلل هاي المكونات يا عيني، دلل مال حلويات البارحة مو مال اليوم. طحينة بالبندق كان بيها حليب محلى، كان بيها راشي، كان بيها ايضا سميد، دهن وبندق وهيل وماء زهر وماء ورد، وكل هذه الحبشكلات اللي كانت موجودة اكيد بهذه الطبخه. ودللوا هنا راح ابلش اخلي شويه من المعدنوس، وهنا ايضا اخلي شويه من المعدنوس، وهم تتونس هنا وهم الطبخه تكون فوق السعاده، وراها يصير عندك الطبخه. الكاسه فرغت، اهم شيء تفرغون الكاسه صبوها وتقدموها. الطريقه حلوه وايضا بسيطه لعمل هذا النوع من الاطباق الحلوه. راح اخلي هذه هنا جيمي، وهاي اخليها هنا أنا. وحب اللقطه تحبك، هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لحد الان الامور طيبه والاشياء لطيفه وايضا بسيطه. عندي طبخه اخيره لهذا اليوم، راح يكون عندي حلاوه مكس ما بين البارد وما بين الساخن، قبل بريك سريع اكيد وراجعين مع الف عافيه لهذا اليوم. طبقتي الأخيرة لهذا اليوم راح تكون في عندي حلاوة الحليب، لكن راح نسويها بطريقة كلش حلوة، راح تكون أكيد بالآيس كريم، والآيس كريم عندي جاهز. خلينا نشوف المقادير اللي بيها، راح يكون بيها نشا طبعا، شيء طبيعي راح يكون بيها نشا، بيها آيس كريم فانيلا، بيها حليب باودر، بيها نشا وسكر زبدة رشة هيل وماء زهر، وصب لي من إيدك ماء زهر. أول شيء بهاي الأكلة وبهاي الطبخة لازم شغلة مهمة جدا نسويها، وهي انه نلبس كفوف بالبدايه، وبعدين راح ابلش شلون اطبخها. هذه اللي حلو بها انه راح يصير بها ميكس ما بين الساخن وما بين الحار، فالطريقه راح تكون كلش حلوه. هسه الكرش مبين، ماكو كرش ما في، هذا لانه شويه صارتها هيك طابين الكرش هيك. هنا ايش راح نسوي؟ دات التبريرات طبعاً، تبريرات عظيمة. أول شيء راح أسوي هنا راح أخلي النشا، تمام؟ ولا ما أخلي النشا هنا راح أضيف وياه شوية سكر. حلوة الدنيا سكر، يا سلام سلم على السكر. وراش راح أضيف هنا راح أضيف شوية هيل. هاي النكهات خرافية، مو بس طيبة، خرافية يا أخي، كلش حلوة وكلش طيبة. راح أخلي هنا ماي ورد،
ما راح اخلطهم، راح اترككم مثل ما هم. شو حسوي انا؟ راح اجي اخذ اخت هاي الطاوله بس تتقبغ. اي موجوده قبل، وين تروح؟ لا منا ولا منا. 1 2 3 4 5 6 7 8. تحياتنا لي عمر الجنابي، مصطفى تحياتنا لك يا مصطفى، عمر حسام العساف ايضا تحياتنا لك، وعاشة الايادي الملكيه تحياتنا لك، بعد منه الجنابي ايضا، عطر السماء، ازهر، حسام، وايضا جناب الجنابي، وعمر الشويلي، وسجا ايضا، سجا العراقيه، تحياتنا لهم جميعا. شكرا جزيلا على تعليقاتكم الحلوه. هسه ايش راح اسوي انا؟ راح ابلش اخذ شغلتين اثنين مهمين جدا، انه اول شيء راح اخلي سكر ايضا، لذلك انا ما خليت هواي سكر هنا، قلت انا بديش الكاسه ما اخلي السكر هواي، السكر قليل. هنا راح المخرج جاع والمخرج جاع والمخرج جاع، راح اخلي ايضا شويه حليب، هم ما اخلي كل شويه حليب حسب المقادير اللي انا كاتب لكم اياها، يعني النسبه اللي انا كاتب لكم اياها خلوه ولا تخلون اكثر، راح اخليهم كلهم هنا مع بعضهم، وهذول اخليهم هنا، انا اخاف احتاجهم من هنا، فراح اخليهم هنا جوا ايدك جوا ايدك. هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح ابلش اخلطهم مع بعضهم. ايوه يا هي يا هي، هسه راح ابلش اغير اللون مالت الحليب، ممكن يكون لونه اسمر. يا هي هذه اولي اولي، شلون شفته؟ نقول شلون شفته. هذه الثانيه راح اخليها تتشرب، او اخلي النشا يتشرب بالمي الورد، وتشرب ايضا بالحليب، ما خليت الحليب، الهيل، راح اخلي له مي بارد حتى يكون عندي هذا اللون الابيض، اذوبه للنشا لحد ما يذوب على الاخير. ذوبي يا عيني ذوبي، قومي يا عيني قومي قومي، صار الجلمة مقومها. لا مو يحكون علي بعدين، يقول انه انت توقف مع الشنة مع العمة ضد الشنة، واني انصفكم اثنيناتكم صراحة. هسه راح اقول قومي يا العمة قومي سوي لها، تعبتيها هواي الشنة، دمرتيها على تنظيف، على غسل ماعين، على مدري شنو، على زعل، على روح، تعال تعالي روحي، جيبوا لي ياك شال، جيبوا لي ياك جداشه وقطعه قماش، تمام. مو لا مو هسه ايش راح اسوي انا؟ راح اخلط المواد مع بعضها البعض هنا حتى تتجانس اكثر. خلطت كل من الحليب مع السكر، حلوه الدنيا سكر، حد ما اشوف انه تقريبا اللون ماله يتغير. اما راح تقول لي وين الايس كريم؟ فالايس كريم انا مجهزه قبلها بوقت، حيكون عندك جاهز هنا أنا. بعدها بارد ابولي، بعدها بارد، يعني انا خله بالثلاجة حتى شويه يموع، قصدي خليه هنا أنا حتى يذوب. هذه الطريقه حلوه لعمل هذا النوع من الحلويات، مو صعب ابدا ابدا مو صعب. هسه ايش راح اسوي انا؟ ابلش لونه يتغير شوي اسمر على الاقل، مخرجنا شوي تظن بس اسمر شوي، اروح اشيك الدجاجه الدقاقه، ابلش اشوف الوجه مالها. يا سلام، نقلبها للصفحه الثانيه حتى تكون عندك الدجاجه كامله مكمله. طبعا هنا الدجاجه اتركوها شويه تبرد، ولي اجيب الصحن، هذه راح اوخرها شويه من على النار، راح اخلي لها مزيج النشا، بعدين جايج هناك اخذ هذه، هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح اخلي هذه هنا وابلش اشق الطرف مالته شوي من هنا. اولي وصل عندك بهذا الشكل، اجي هنا اشيك الحلاوه هذه،
يا سلام سلم، راح ارجعها شويه على النار واظل اخلط حلاوه الحليب لحد ما تتشكل، لحد ما تتشكل. هنا انا اخلط المواد، شوفوا هنا أنا الدجاجه المحشيه شلون صارت. طبعا اكيد تقدموها بهالطريقه هذه. وهنا أنا من بين ما انا اكمل شويه راد لها هذا شويه مي، بعد شويه بعد راد لها مي، من بين ما انا اضيف له شويه مي واخليه على النار على راحته، راح نطلع بكارت جرافيك عن القيمه الغذائيه للبرغل. رجعنا اكيد بعد ما اشوف ان نوع الحلويات هذا صار عندك تمام التمام. شو راح اسوي هنا انا شنو؟ انه اظل اخلط المواد مع بعض البعض لحد ما تتشكل عندك تمام. من بين ما تتشكل عيني خذي راحتك. عيني جلدي بعد وقت. كم لدي من الوقت؟ 3 دقائق حلوين ما اصلا. شو راح اسوي هنا؟ راح اجي اخذ هذا التمن. صبه هنا. صبه هيك. هذا بي اللوز. وبالحبشكات اللطيفة اللي هي راح يكون والجوز، وأيضا مجموعة حلوة من الخضروات، وأيضا الزبيب خلي هنا أنا. هذا نفس الموضوع أيضا. شو هسوي هنا؟ أخلي عليه هذا النوع الثاني حتى يبين عندك الزبيب الجمال اللطيف. هنا تخلي شوية من الجزر، وتخلي هنا أنا شوية من البطيخ بدون خيار. هنا أنا أخلي شوية خيار، وهنا أنا أيضا أخلي شوية خيار حلوين، وهنا أنا أخلي شوية فقل، وأخلي هنا أنا شوية جزر. هذا الهدف من هذه الدجاجة المحشية. الدجاجة المحشية تكون أخذت كل الحشوة اللي عندي. هسه أجي وين؟ وين يا خلدون؟ وين أروح؟ ها يمك يمك جاي يمك. شو أسوي أنا؟ راح أجي أخذ الآيس كريم، اخذ واخليه هنا، خلي الايس كريم هنا. طبعا هذا فانيلا، وهذا فانيلا، وشنو خلدون؟ فانيلا وفستق حلبي، خليهم بهذا الشكل. بعدين هذه هم تؤكل وهي بارده، يعني فوق ما انا ضايف لها البروده مال الايس كريم ارجع اضيف لها هنا شنو؟ الحلاوه. هنا راح يصير عندك الميكس ما بين الساخن والحار بهذا النوع من الحلويات. نجي ناخذ هذا بالوسط، خلي هذا بهذا الشكل. اولي شو يصير عندك؟ بارد حار، بارد حار. تقدر تقدمها وانت مرتاح نفسيا. صراحة هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم لهذا اليوم هي اطباق كلش بسيطه وايضا سريعه، من اول طبخه لحد اخر طبخه. الاضافات اللي ممكن يضيفوها راح تكون اكيد حسب الرغبه. هنا أنا راح اخلي عليه شويه من هذا الموضوع، راح ارجع اخلي ايضا شويه كراميل ايضا، راح اجي اخذ طعم اخر ايضا واخليه بهذا الشكل. خلاص هذه الاطباق اللي قدرت اقدمها لكم، اتمنى عجبتكم. وجبه رئيسيه اساسيه لهذا اليوم، وكانت عندي هنا الدجاجه المحشيه ايضا الحشوه مالتها. انا كان في عندي سلطه المكرونه اليونانيه، وختمنا الحلقه لهذا اليوم بالمكس ما بين الساخن والحار.
آيس كريم بحلاوة الحليب. أشكر لكل من شاهدنا وشافنا وتابعنا لهذا اليوم بحلقة مميزة، تظلونا إن شاء الله، وأيضا كل من علق على صفحتنا الخاصة اللي هي اليو تي في. شوفوني يوميا إن شاء الله الساعة 11 من الأحد للخميس. باي بايز. We'll be right back.